يلتقي في الثامنة من مساء اليوم فريق النادي الأهلي حامل اللقب بنظير تليفونات بني سويف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب استاد بتروسبورت بدور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم. يعاني الفريق الأحمر من غياب السداسي الدولي، حيث من المقرر أن يلعب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، حسين السيد في مركز الظهير الأيسر، وفي قلب الدفاع يعد الثنائي السوري عبد الله الشامي وأيمن أشرف هما الأقرب للمشاركة في التشكيلة الأساسية. وفي مباريات أخرى يلتقي الإسماعيلي بضيفه الشرقية، كما يلعب سموحة مع النادي الأولمبي.